إذا أبدينا برأينا أو قدمنا ملاحظة فهذا يدخل في التعامل بصدق مع السيد رئيس الحكومة ومع أعضاء الحكومة، ولكننا سنظل ندعم السيد رئيس الحكومة وندافع عن التحالف الحكومي. سنستمر، لن نحول الحكومة، مجال الحكومي، إلى حلبة للصراع على حساب مصالح المواطنين. لن ندخل في صراعات وقضايا الناس وقراراتهم والقوانين تنتظر. سنعطي رأينا ولكننا سندعم الاستمرارية في التنفيذ. نبدي برأينا ونحترم في الأخير القرار النهائي ونمارسه الآن. فنحن حزب مستقل ونبدي برأينا في بعض القضايا بصدق، ولكن هذا لا يعني أو البعض لا يفهم بأن هذه هي الممارسة الديمقراطية. نحن ملتزمون بالبرنامج الحكومي، ملتزمون بالميثاق الأغلبية، ملتزمون بالقبول الأول الذي قدمناه للسيد رئيس الحكومة الذي نكن له كل احترام. ولكن ما لم يفهمه الآخرون بأنه دستور 2011 ليس دستور الذي قبلها أو الدساتير التي قبلها. الدساتير اللي قبلها كان رئيس الحكومة ينسق العمل الحكومي، لم يعد رئيس الحكومة ينسق العمل الحكومي بالشكل الذي كان يفهم في الدساتير السابقة. الآن رئيس الحكومة يملك السلطات، السلطة التنظيمية، يعني أنه يملك جميع سلطات الحكومة ويفوضها للوزراء حسب القطاعات وفقا لرؤيته للتفويض للعمل الحكومي. نحن يفوض لنا السيد رئيس الحكومة السلطات وفقا للدستور، يقترحنا على جلالة الملك وجلالة الملك يعيننا والبرلمان ينصبنا، ولكن حتى نكون متفاهمين نحن نشتغل تحت تفويض للسيد رئيس الحكومة. لذلك نحترم هذا التفويض ونحترم حدودنا في التفويض على مستوى العمل الحكومي، وعلى المستوى السياسي نعبر عن رأينا ونكن كل الاحترام للسيد رئيس الحكومة، وأنا أكبر فيه ولن أنسى التفاتته لما كتبت الصحافة بشكل سيء وسيء النية، بل هناك أحزاب كان عندها نوع من الفراغ الفكري ومن الجفاف الفكري، أنها جعلت من هذه الجملة بياناً رسمياً لها. أقول اتصل بي السيد رئيس الحكومة وفتحنا معنا الحوار وناقشنا النقاط والملاحظات، وجدنا في بعضها أننا نحن أخطأنا، وجدنا في الآخر أنه يمكن أن يصححها، وانتهى الموضوع وطوي الموضوع ونشتغل الآن كما نشتغل. لذلك تأكدوا أن حزبكم ما زال وسيستمر في الأغلبية الحكومية لتقديم خدماته لهذا الشعب. تأكدوا أن حكومتنا ستشتغل بهدوء، بنقاش، باختلاف، ولكن بوحدة.